السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طبيب بيطري إبراهيم القماش، هكلمكم النهاردة عن أسباب الموت المفاجئ في الأبقار والأغنام والماعز. طبعا موضوع مهم من الموضوعات المهمة اللي بتقابل أي مربي، طبعا الموت المفاجئ. خلينا نتكلم عن أول سبب من أسباب الموت المفاجئ، هي الكولوستريديا أو الكولوستريديال ديزيز. طبعا الكولوستريديا من الحاجات اللي بتظهر عند الاستريس فاكتور طبعا خصوصا الحيوانات اللي هي الويل نورشد انيمال، حيوانات بتاكل سلاج وبتاكل مركزات بشكل كويس، او احيانا لما بنيجي نعمل عملية ان احنا نقطع في الارض ننشط الميكروب، لانه الميكروسبور بتاع الكولوستريديا بتعيش في الارض تحت، فنيجي نعمل نقطع الارض بتبدا تنشط الكولوستريديا، وما بنعملش ان احنا نغطي الطبقة دي برمل او بتراب، فبتبدا انها تنشط الكولوستريديا. تمام، هم طبعا هم 10 امراض، خلينا نتكلم عن بعضهم سريعا. هي اول حاجه التيتانوس، طبعا المالجنانت اوديما، الباسيلاري هيموجلوبينوريا، الامراض اللي بتعمل سادن ديس ومنها البالب كيدني، كل دي كلها كانت الامراض اللي بتعملها الكولوستريديا. بالنسبة لتطعيم الكولوستريديا أو العشر أمراض أو التسمم المعوي زي ما بنسميه، عندنا في تطعيم اسمه الكوفاكسين، ده طبعا من افضل انواع التحصينات ضد العشر امراض ونتائجه 10/10. يجي بعديه بنستخدم حاجة طبعا ميكس مع باستريلا او ميكس مع التسمم الدموي، هي اسمها الالترا باك والوان شوت الترا 7، دي الحاجات اللي موجود فيها الكولوستريديا في كومباينيشن مع الباستريلا. لو عايزين رأيي، انا بفضل لو انت في مصر تحصن التسمم المعوي الواحد اللي هو الكوفاكسين، وتحصن التسمم الدموي اللي هو النيموباك بتاع العباسية تحصين كويس. اما لو حضرتك في دول الخليج، انا شايف ان البارفاك او الوان شوت الترا لو موجودين هيسدوا ان شاء الله. المرض التاني معانا اللي بيسبب الموت المفاجئ او النفوق هو مرض الباستريلا او التسمم الدموي. طبعا هي الباستريلا بتعيش بشكل طبيعي جدا، موجودة في النيزوفارنكس والتونسلز. اول ما بيحصل استرس على الحيوان، نقل الحيوان لمسافات بعيدة او ان تغيير في الجو او استرس بمرض زي القلعية، طبعا قلعية من الحاجات اللي زي عبارة عن ناب بالظبط كده، بتفتح الباب البيبان بتاعة البيت ثم راح داخل باستريلا والكولوستريديا. ناخد بالنا ان اي اصابة في القلعية وارد ان يحصل معاه باستريلا وكولوستريديا، تسمم معوي وتسمم دموي. نرجع تاني للباستريلا، طبعا هي موجوده بتحصل اول ما بيحصل استرس على الحيوان، سواء كان الحمى القلعيه، سواء كان تغيير في الجو، سواء كان تغيير في المناعه. برضو بعد التحصينات ممكن يظهر حالات باستريلا. الباستريلا طبعا تحصينها بيبقى موجود عندنا زي ما احنا قلنا ان في مصر النيموباك، في دول الخليج في تحصين ميكس بين الكولوستريديا والباستريلا. عايز اكد على نقطه مهمه بالنسبه لمواعيد التحصينات، التسمم المعوي لو هنحصنه، بالنسبه افضل وقت نحصن فيه التسمم المعوي هو قبل الولاده ب 20 يوم. طبعا لو الحمل جاي العجل جاي او الحمل جاي من امهات متحصنه، بنبدا نحصن بعد شهرين ونص او 3 شهور، نبدا معاه الجرعه الاولانيه، وبعد شهر بندي الجرعه التنشيطيه، وكل شهور 6 شهور بنكمل. ده كان بالنسبه نفس الكلام الباستريلا، بنديه عادي بنديه قبل الولاده، طبعا لازم يكون قبل شهر من الولاده يكون مخلصين كل تحصيناتنا. لو العجل جاي من امهات متحصنه، بنديه بعد من 3 شهور بندي جرعتين بينهم شهر، وبعد كده هندي كل 6 شهور. لو من ام مش متحصنه ممكن شهر ونص شهرين نبدا معاه تحصين الباستريلا. اخيرا بقى اخر حاجه بتعمل معانا الموت المفاجئ هي الحمى القلعيه، وخصوصا في العجول لانها بتاثر دايركت على القلب. ده كانت اهم الامراض اللي بتعمل الموت المفاجئ عندنا في القطعان. فلازم يا جماعه نحصن تحصين التسمم المعوي، لازم نحصن التسمم الدموي، لازم نحصن تحصين الحمى القلعيه عشان نمنع الموت المفاجئ. انا بشكركم، اشوفكم ان شاء الله في الرياضه.